ازيكم يا بنات؟ فيديو النهاردة هيكون عن منتجات خلصت لو هرجع اشتريها تاني ولا لا. اول حاجة الكريم بتاع ORS اللي هو بالمايونيز بتاع الشعر. الكريم ده عجبني جدا، ترطيبه حلو قوي وسعره يعتبر معقول، برضو سعره مش غالي وحجمه كبير وترطيبه حلو قوي، والكريم تقيل هيقعد معاكم فترة كويسة. انا كنت بستعمله لما كنت بصبغ شعري، وبستعمله حتى من غير صبغة. هو حجمه زي ما انتوا شايفين كبير، وتقريبا كان ب170 ولا 180، فكريم ترطيبه حلو قوي. هو مكتوب عليه ان هو بالبيض والبروتين. تاني حاجة الكريم بتاع بايو سوفت ده، الكريم الليفن اللي هو المفروض ان هو بيعمل الشعر كيرلي، وده الجل بتاع بذور الكتان. الكريم سيء جدا جدا جدا. طبعا هو العلبة مليانة لان انا جربت منه من اول مرة، وحش قوي، بينشف الشعر، مش بيظبط خالص شكل الشعر الكيرلي ولا بيدي ترطيب. لا، هو بينشف الشعر ويلبك الشعر في بعضه، بيخلي الشعر وحش جدا، مجعد، بس مجعد بشكل مش حلو، اللي هو مفيش ترطيب، فهو سيء جدا جدا جدا. اما بالنسبة لجل بذور الكتان بتاع بايو سوفت، فهو عجبني شوية اكتر من الليفن، او يعني عجبني اكتر بكتير بصراحة، لانه ما كانش بينشف الشعر، كان بيظبط الى حد ما شكل الشعر الكيرلي، وكان كويس يعني، ترطيبه كمان كان حلو. لكن الليفن ما عجبنيش خالص خالص خالص، والاتنين دول من نفس الشركة. بعد كده رو افريكان الشامبو ما عجبنيش ابدا، واللاين كله سيء، الشامبو والبلسم وحمام الكريم وبديل الزيت، دول من اسوأ الحاجات اللي انا جربتها، والمجموعة كلها كانت عاملة حوالي 1000 جنيه، وبصراحة حاجاتهم بتنشف الشعر وسيئة جدا، والدعاية عليها كبيرة قوي ومنتشرة على التيك توك وعلى اليوتيوب وفي كل حتة، بس منتجاتهم سيئة جدا جدا جدا، فطبعا دي مش هرجع اشتريها تاني. بايو سوفت الجل بذور الكتان مش هرجع اشتريه، بس هو مش وحش يعني. اكيد ليفن كريم مش هرجع اشتريه. حمام الكريم بتاع او ار اس اكيد هرجع اشتريه. بالنسبة للشامبو القشرة بتاع نيزورال انا هرجع اشتريه تاني، عجبني، بيشيل القشرة، مش بينشف الشعر قوي، سعره يعتبر معقول، بس انا ما بسيبهوش على فروة شعري فترة طويلة. كريم روتاش للشعر بصراحة انا مش هشتريه تاني، لان هما مش كاتبين نوع السيليكون اللي بيستعملوه في الكريم، فانا مش هينفع ان انا استعمله على فروة شعري تاني، بس هو كان كويس وبيرطب. بعد كده كريم بتاع جي بي سي، الكريم ده انا بقيت بستعمله للجسم لان ترطيبه حلو، وبستعمله ترطيب ايدي. عيبه الوحيد ان هو ريحته عاملة زي البخور شوية، فريحته جديدة، فهو مش مناسب اوي للبشرة الحساسة، ده غير ان ترطيبه شوية تقيل. مش هرجع اشتريه تاني. السويت بتاع كوكو هرجع اشتريه تاني، هو احسن من افوفا في السعر، وبيكون يعني افضل برضو في الاستعمال، فعشان كده انا هرجع اشتري تاني. بالنسبة للباودر بتاعت لوس باودر بتاعت مايت سينما، انا مش هرجع اشتريها تاني، انا عارفة ان انا مدحت فيها، بس انا لما جربتها في الشتاء لقيتها بتغير جامد قوي على البشرة، وبتخلي شكل البشرة وحش قوي، فلا مش هرجع اشتريها تاني.